حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب زدني علما والحقني بالصالحين. سبحان ربي العلي الأعلى الوحام. الحمد لله رب العالمين منور الأبصار العارفين بنور المعرفة واليقين وجالب أسرار المحققين بإصرار قوة المتين. والصلاة والسلام على أشرف الحقائق الإنسانية ومعدن الحقائق الإيمانية وطول التجليات الإنسانية ومخفة أنوار الربانية وعروس مملكة الرحمانية سيدنا وسندنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله وأولاده وأزواجه وأتباعه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. اللهم ارحمنا وارحم أمهاتنا وجداتنا وأستاذنا وإخوانا الذين سبقونا بالإيمان. اللهم استر عيوبنا واختر طيوننا وانسي وخشتنا واشرح صدورنا ونور قلوبنا واسع قبورنا يا رجاء المؤمنين لا تغير رجاءنا ويا عون المؤمنين أعنا. اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. واهدني واهدنا وفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركة حتمات القرآن العظيم وبحرمة حبيبك ورسولك الكريم. اغف عنا يا كريم اغف عنا يا رحيم اغفر لنا ذنوبنا بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم زيننا بزينة حتم القرآن وكرمنا بكرامة حتم القرآن وألبسنا بحلقة حتم القرآن وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة القرآن. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وإلى الجنة رفيقا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم أن تحيي بقلبي بنور معرفتك أبدا دائما يا الله يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجود والإحسان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنت الملك الحق الذي لا إله إلا أنت يا الله يا سلام يا شافي يا كافي يا معافي أليس الله بكاف عبده. اللهم أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وإن تغفر لي وترحمني وإذا أردت فتنة قوم فتوفني غير مفتون. أسألك حبك وحب من يحب وحب عمل يقرب إلى حبك يا رب العالمين. إلهي يا ربي أخلم قرآن القلب مثل الفهار إلى يا رب كذا الوندش لرمدن درجس يا ربي أخلم قرآن يفضل حتمنالي يا ربي سن رضانشنا ومن دنفنالي سنة يفضل إبادات وتاعتر درجاح إذتن دمع المسور أحسن قبولنا مخبول إلى يا رب. أولا بالذات حاج إكائنات ولا صيح
حلة فحر آلم سيد أولاد بني آدم أنسكر من آلم أفندسي إنسان كامل ومكمل تا كندسي olan سيد الكونين إمام الحرمين أحمدي محمود محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم أفندمين مبارك مضحر مجلى مصفى عزيز فات روح طيبسنا روضة حرسنا هدية لديك سنة أصلينا يا رب روح رسول الله بمكانımızdan bu meclisimizden haberdar eyle يا رب روح رسول الله بزادن ممنون وراضي eyle يا رب sevgisini kalplerimize ilba eyle يا رب muhabbetini gönlümüze nakş eyle يا رب dünyada rüyada müşahedesini ahirette şefaati uzmalarına bizleri mazhar eyle يا رب daima kabri pin evvellerini ziyaretler nasibu müyessen eyle ziyaretlerimizle kabule karin eyle ya Rab ya Rabbi ashab-ı güzinin mübarek ruhlarını hediyeledik hediyelerimizi vasıl eyle ya Rab 124 bin peygamberin mübarek ruhlarını hediyelerimizi inzal eyle ya Rab onların mübarek ruhlarına bizlerden milyonlarca selam eyle ya Rab şefaatlerine bizleri nail meram eyle ya Rabbi bütün geçmişlerimize rahmet eyle ya Rabbi. Hasatan fani alemden baki aleme irtihal eden iki gün önce huzuru divanla yolcu ettiğimiz hac annemizin ruhuna hediye edildik sen vasıl eyle ya Rabbi. Aziz ruhunu bizimle beraber eyle. Bu mekanımızdan haberdar eyle. Ruhunu şad, makamını cennet eyle ya Rabbi. Kabrini Kur'an'ın nuruyla pünnûn eyle ya Rabbi. Ravzatun min riyadil cinan okuduğundan emin, umduğuna nail eyle ya Rabbi. Habibi Zişan, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e komşu eyle. Meşayih İzam Hazretine civar eyle. Aişe-i Hümeyra, Hatice-ül Kübra, Fatıma-tü Zehra validenemize komşu eyle ya Rabbi. Ya Rabbi sevdikleriyle buluşmasına kolay eyle ya Rabbi. Dünya ayrılığı verdiğin gibi ahiret ayrılığı verme ya Rabbi. Geride kalanlarına sabırlar ihsan eyle. Sabırlarına kat kat mükafatlar lütfeyle. Ya Rabbi Habibi Zişan Hazreti Fahri Alem Efendimizin sancağı altında cem olabilmeyi lütfeyle. Havz-ı Kevser'in başında buluşabilmeyi ihsan eyle. Arş-ı Alemin gölgesinde gölgelenebilmeyi ihsan eyle. Cemal-i Bakemal'in temaşasını bizlere lütfü ihsan eyle ya Rabbi. Ya Rabbi bizleri de onların haliyle hallendiğimiz zaman biz de neslimize unutturma ya Rabbi. Bir Fatiha gönderen yok mu deyip boynumuzu büktürme ya Rabbi. Bizi bize bırakma ya Rabbi. Bizleri fırtat nârına yakma ya Rabbi. İlaleme Habibin ayıplarımızı gösterme ya Rabbi. Son anımızda bize kan yutturma ya Rabbi. Sekerat-ı mevtimizde bizleri bunaltma ya Rabbi. İmanı kamilden bizleri ayırma ya Rabbi. Cemal-i ilahiyeni görerek Allah diyerek can veren kullarından eyle. Ya Rabbi divan-ı ilahiyene kemal-i edep ile varanlardan eyle. Seyyid-i bayigahında rıza-i ilahiyene bulanlardan eyle. Şu mübarek ayların feyzine, bereketine nail olanlardan eyle. Ya Rabbi dergâh-ı izzetinde kabul olunmuş insan-ı kamiller zümresine bizleri ilhak eyle ya Rabbi. Şu kulların kalbinde gizli olarak rıza-i ilahiyene mutabık ne muratları varsa nail-i meram eyle ya Rabbi. Habibin aşkına maddi manevi müşkilatlarını sen hallu asan eyle ya Rabbi. İmdadımıza sen yetiş ya Rabbi. Vekilimiz sen ol ya Rabbi. Delilimiz sen ol ya Rabbi. Yoldaşımız, sırdaşımız sen ol ya Rabbi. Önderimiz, rehberimiz, yol gösterenimiz sen ol ya Rabbi. En iyisimiz ve delisimiz daima sen ol ya Rabbi. Sana layık kul olabilmeyi lütfeyle ya Rabbi. Habibine layık ümmet olabilmeyi, o ümmetlik şerefine nail olabilmeyi, o şerefi kıyamete kadar taşıyabilmeyi, Habibin sancağı altında karşılaşabilmeyi lütfü ihsan eyle ya Rabbi. Büyüklerimize layık evlat eyle, birbirlerimize layık kardeş eyle, Kur'an'a hadim nefer eyle bizleri ya Rabbi. Lütfunla, fazlınla, kereminle biz kullarına inayet
ثنيتين أصل ولطفنا مرحمتنا مواما ليلة جنة وجمالنا ذا إكرامين يا رب. أشفق نور الله وظهر كلام الله ودحمت اسم الله آدتنا لكل حبل لا إله إلا الله ولكل حم وضم ما شاء الله ولكل نعمة الحمد لله ولكل قضاء وقدر توكلنا على الله ولكل مصيبة إنا لله وإنا إليه راجعون ولكل ذنب أستغفر الله ولكل ضيق حسبي الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب زدني علما وألحقني بالصالحين إجابة دعاء عظمت دار تكبير. الله أكبر الله أكبر لا الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين والسلام وسلامة على الحاضرين والغائبين. تقبل منا واشف مرضانا وارحم موتانا استجب دعاءنا بحرمة سر سورة الفاتحة. Değerli hocalarım, değerli hocalarımızın ağırlıklarına sahip kendilerine buradan bu mevlütten bunlara Allah kabul eylesin. Dualar, mevlüt, kendilerine sonsuz sevgiler, saygılarımı sunuyoruz. Yemelekten herkese sevgiler, saygılar. İlkindiniz var mı? Bitmiştir. Harbi, telefon şu anda Yemelek'ten Zehra Sağkaya adına okutulan mevcut. Bitmiştir. Hocalarımıza sonsuz sevgilerimizi saygılarımızı getiriyoruz. Hatun.